السلام عليكم سيدي. اول حاجه كنشكركم حيت كيف اتصلت بكم جيتو عندي. المشكل اللي عندي، انا عندي واحد الوليد عنده عام و10 شهور دابا، يعني باقي بيبي صغير، كان مرض ليا وجبته للوبيتال هاروشي، مستشفى بن رشد للطفل والام، هذا هو الاسم ديالو. الوغ ملي جبته كانت فيه سخانه، دار راه كرشو بزاف ديال الاعراض، قال لي غديري لي واحد التحاليل، هادشي جبته مع الليل، ديري لي تحاليل وديري لي هاد ليكوغرافي وجيبيهم لينا. مشيت درتهم لي، طلعوا بان عنده البيلون عنده خايب، عنده الكلاوي، عنده كلوه ميته، عنده كلوه خدامه غير قياس ديالها، وعنده واحد العرق ما بين الكلوه والنبوله كيرجع بيبي الكلوه الصحيحه، يعني هذا كيدير تسمم. انا ميم ما قاريهش لا ميديسين، مي الناس راه كيقلبوا كيقراو في الانترنيت كيعرفوا شنو كاين. جبتو ليهم، داروا معايا، خرجوه ليا، بعدا كان اوسبيتاليزي عندهم، خرجوه ليا، قالوا لي غديري لي واحد لا سانتيغرافي عند الطب النووي هنا لداخل، حتى لو سي سويت سافو دير حتى اليوم. انا دابا دي جوغ باش درتو في البريفي على برا عند واحد الدكتوره في شارع غاندي، دارت لي ب 2200 درهم. جبتو ليهم، قراتو البروف، قالت لي لا ما واضحش هادشي مزيان. عيطت لي الطبيبه قالت لي رجعي عندي غنوضحوا ليها مزيان، وضحاتو لها، صيفطت لها البارح، جبتو ليها قراتو، نفس داكشي اللي شكوا فيه كاين، يعني كلوه ميته، كلوه خدامه غير قياسه، والعرق كاين. ملي كنهضر معاها وتنقول لها لا انا ولدي خصو يدير لوبيراسيون ما اقتنعش، كتقول لي ما تورينيش خدمتي. انا تناقش انا وياها، قالوا لي سيري حتى الغدا ورجعي مع العشره. رجعت اليوم مع العشره، كيقولوا لي حق البروف جاها الكوفيد 14 جوغ اللي غادي تجي عندها. قلت لهم انا ما غنمشيش، من حقي اني ما نمشيش، انا ولدي بين يديهم، لان الدوسي كامل عندهم. جيت طلعوني عند واحد البروف اخر كيشرح لي انت فوالا راه ولدك مريض، عارفينو عنده. قلت لي ايوا المعمول شنو هو؟ قال لي ما غنديروش ليه العمليه دابا. قلت يعني، قال لي غنتبعوا لي الدواء، غتشري لي الفاتير يعني سيرو ديال 20 درهم واش غيداوي لي حاله ديال الكلاوي؟ راه امبوسيبل، ما يمكن السيرو ديال 20 درهم يداوي كلاوي. غتبعي ليه ونهار غنحدو حنا لوبيراسيون. نقول لها، قلت لي انا ما غنمشيش وما اقتنعش بهضرتك، وانا هادشي كامل بغيت يوصل لوزير الصحه بالخصوص ولسيدنا باش يعرف حنا فين عايشين. حنا عايشين في غابه، ما عايشينش حنا هاد لوبيتال هذا كيحقروا الناس. كتكون جالس كل مره خارج باب الميت، خارج ينعاش خطر، هذا يعني ما كيقراوش هادشي، كيخلوك حتى انت توصل لواحد الدرجه ان ولدك يموت ولا هذا، درنا جهدنا. ايوا شنو المعمول دابا؟ ما كاينش. ثاني حاجه بغيت نهضر عليها عفاك، هي هاد الدار الام هادي اللي دايرينها هنا للناس، للوليدات، الامهات ديالهم كينعسوا فيها، اللي كيكونوا ناعسين عندهم همايا في السيرفيس ديالهم، سدوها ما كايناش. دونك اي واحد كينعس في الجرده والبرد كلشي مكرفس، كيطلعوا ليرجونس يبغيو ينعسوا في دوك الفوتويات، كيجمعوا عليهم الفوتويات يقول لهم هبطوا برا. بزاف ديال الناس كينعسوا هنايا، بزاف، ماشي واحد، ومنهم انا نيت كنعس على قبل ولدي، كانوا شادينه في السيرفيس السبعه يقول لك خرجي. ولا بغيت نوصل ثاني ان حنا هنا ماشي كنطلبوا المحسنين ولا عاونونا، كلشي بيد الله سبحانه وتعالى. اي واحد لكان العلاج الواحد على يد الانسان، حتى شي واحد ما غادي يعيش، حنا كنعولوا على الله سبحانه وتعالى. غير اللي بغيت نوصل ان الناس تعاونوا، ديروا ايد في ايد، وقفوا هادشي عند حده، حيت الناس راه كتموت شاك جوغ كيموت واحد. الا انا اليوم ولدي مريض، غدا يمرض لك ولدك، بنتك، امك، اختك، تعرف المعاناه ديال الناس. هذا اللي بغيت نوصل. انا بغيت اوبيراسيون مستعجله لولدي، حيت من حقي. علاش؟ ان كلوه ميته في الدات ما عندهاش تخدم، ما خدامه حتى شي حاجه غير غدر الكلوه الاخرى، صافي غادي نوليو في الدياليز. وهادشي انا قالوا لي دي بروف، سولتهم على برا، قالوا لي تعطلتي على ولدك غيولي دياليز، غيولي بزاف ديال الحوايج. دونك راه وصلنا لهاد ليطا هادي، راه ما بقى ما يدار لا كان دياليز، راجل كبير وما كيتحملوش، عاد باش بيبي صغير ما يمكنش. لا لا ما كيخدموهاش، وانا شهدت على شحال من حاله هنايا تكرفسات، عانات بما يكفي. وهنايا بهذا المفهوم اللي غنقول لك هنا، كيخدموا بكلمه باك صاحبي، كنعرفك غادي نسير بك، ما كنعرفكش دير رونديفو، شحال من رونديفو تعطى وماليه ماتو، يلاه وصلهم الرونديفو. انا نحمل هادو، كنحمل المسؤوليه المستشفى بن رشد ووزاره الصحه اون جينيرال، حيت ما دايرينش خدمتهم. كون كانوا دايرين خدمتهم حتى شي واحد ما غادي يتادى في الدراري الصغار، لان ما خلقوا الله غير باش يعيش، ماشي يجي واحد يتكرفس عليه. وحنا هنا راه كنخدموا مع كليه الطب، لي ستاجير ما كنشوفوش حتى لي بروف، كنشوفوهم مره في السيمانه، دونك هذا راه ماشي حل.